أهم عنوان في شهر رمضان هو البركة والرحمة والمغفرة والرضوان، هو فرصة لعودتنا جميعا. حتى أولياء الله بالنسبة لهم شهر رمضان هو خطوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسبيل آخر وفرصة أخرى للتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. فما بالنا نحن، أنا وأنتم، المذنبون، العاصون، المبتعدون، الغافلون. ما يمكن إنسان يقول أنا ما عندي بعد فرصة مع الله سبحانه وتعالى، هذا يأس، هذا قنوط، هذا أمر خاطئ ومحرم. أن الإنسان هو يغلق باب الرحمة الإلهية، باب الله مفتوح وواسع، وفي شهر رمضان هذا الباب بشكل خاص مفتوح لكل الناس. فعلينا جميعا أن نترك ونتجاوز ذنوبنا وأخطائنا، نأتي إلى الله بالاستغفار، بالتوبة، بالاستفادة من هذه الساعات وهذه الليالي والأيام.